ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما انتوا عارفين اننا في الفقرة دي بنعمل جولة سريعة في اكاونتس فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. ليلى علوي من الفنانات المميزين اللي ليها جمهور كبير جدا، وكمان معروفة بصداقتها داخل الوسط الفني، وعشان كده لقينا ان متابعينها على الانستجرام حوالي 2,800,000 متابع، وهي بتتابع تقريبا 237 اكاونت منهم الفنانة إلهام شاهين، يسرى وشيرين عبد الوهاب وغيرهم من نجوم الوسط الفني. ليلى علوي دايما بتتميز في اختيار اطلالاتها في المناسبات الفنية اللي دايما بتكون من الالوان المبهجة، ولقينا انها نشرت لحد دلوقتي حوالي اكتر من 1000 صورة وفيديو، منهم 100 صورة وفيديو بس لإطلالاتها وفساتينها واللي دايما متنوعة ومميزة جدا. وده آخر لوك ليها نشرته على الإنستجرام، وكان من فرح جميلة عوض وأحمد حافظ. وطبعا زي أي فنانة بتحب تنشر أعمالها الفنية، لقينا أكتر من 100 صورة لأعمالها وبوسترز لأفلامها، وآخر إعلان نشرته إعلان في المال الجديد جوازة توكسيك. ومن أكتر الفيديوز اللي اتصدرت السوشيال ميديا على أكاونت ليلى علوي، فيديو زواج بنت أخوها واللي حقق أكتر من 5 مليون فيو. من أكتر الحاجات اللي لفتت انتباهنا إنها بتحب فصل الصيف جدا، وعشان كده نشرت أكتر من 20 صورة وفيديو على البحر. من الإنستجرام نروح لفيسبوك، بيتابع ليلى علوي 5,600,000 فولور، وهي بتتابع 25 أكاونت منهم منى زكي، ياسمين عبد العزيز، وزاهي حواس. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.